أغرب حالة صادفتها في ميدان تتبع الطيور البرية ومراقبتها طوال عشرات السنين. هو مفتاح فهم آخر يجسد سلوك وغرائز الرحمة والبقاء والفاجعة. هذا ذكر من طيور القط المعروفة بشدة حذرها وهروبها عن البشر من مسافات بعيدة. اقتربت جدا بالسيارة ونزلت منها باتجاهها إلى حد أنه صار في متناول اليد. لفت انتباهي أنه لا يطير رغم أنه في معيشة فطرية في طبيعته البرية التي يفترض فيها أن سلوكه حذر وسريع الهرب والطيران، ولهذا أتيت بحركات سريعة لإخافته للتأكد من قدرته على الطيران. طار وحام لكن عاد إلى نفس المكان غير آبه لوجودي، وتكرر هذا 5 مرات. ولما صدر منه هذا الصوت تأكدت أن له أفراخا لم تبلغ مرحلة الطيران ولم يعثر عليها ويحث على الخروج من مخابئها. بحثت عن الأفراخ ولم أعثر عليها، لكن شاهدت أثرا لقط بري يبدو أنه كان قد اكتشف الصغار وصارت فريسة الله.